أول سورة من سور القرآن الكريم تحتوي على بعد التولي وتحتوي أيضا على بعد التبري. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بعد التولي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا يمثل بعد التبري. إذن الدين يحتوي على بعد السلب كما يحتوي على بعد الإيجاب، بل كل قانون من القوانين الوضعية، كل منهج من المناهج لا يمكنه أن يكتفي بالإيجاب فقط. الآن يوجد هنالك قانون في العالم يحتوي على بعد الإيجاب فقط؟ كلا. إذا قانون يحتوي على بعد الإيجاب فقط، هذا القانون فاشل، هذا القانون لا يمكنه أن ينجح. لذلك تلاحظون أن جميع القوانين الموجودة حاليا والموجودة على مر التاريخ تحتوي على غرامات مالية، تحتوي على عقوبات بدنية، هذا بعد السلب في القانون. فإذا الدين والقانون يحتوي على هذين البعدين، التولي وتحتوي أيضا التبري.